السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم دائما وأبدا من هنا ومن برنامجكم المتجدد دائما. ترحيب، حياك الله يا حمد. الله يبقيك يا أبو ثامر، حياكم الله مشاهدينا الكرام. في حلقة الليلة بنتابع مع بعض مواضيع مهمة مع ضيوف مميزين، إلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات. وفي أبرز عناوين حلقة الليلة: وزارة البلدية والبيئة تدشن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. انعقاد الدورة 45 للمجلس البلدي. انطلاق عروض مسرحية شلي يصير والتي ستجسد الحصار مسرحياً. تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم صباح اليوم بمقر وزارة البلدية والبيئة تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة وعدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة. أشرف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وتأتي الخطة العمرانية الشاملة للدولة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة مستلهمة من الرؤية الوطنية للدولة 2030 التي تهدف إلى ضمان تحقيق الريادة في التنمية المستدامة خدمة للمجتمع والأجيال القادمة. تبنت وزارة البلدية والبيئة إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر حاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وعملت على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راقٍ من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض وطننا العزيز. وتمثل الخطة العمرانية الشاملة إطاراً استراتيجياً متكاملاً لتوجيه النمو العمراني المستقبلي للدولة، وقد تم إطلاق برنامج استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها لضمان الشفافية في تنفيذ الخطة. الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وضعت في عاتقها رسم سياسة واضحة للتنمية بتوجهات واضحة وثابتة على مستوى الدولة لجميع البلديات. شملت في دراستها 6 بلديات تتمثل في بلدية الشمال، بلدية أم صلال، بلدية الضعاين، بلدية الدوحة، والريان والشحانية، حيث أن بلدية الخور الوكرة لها خطط عمرانية معتمدة في 2008. إضافة إلى ذلك تم إيجاد موقع إلكتروني يساعد كل مستخدم ومستعلم للوصول إلى هذه المعلومات وإلى هذه المنتجات من خلال رابط الوزارة. هناك خيار الخطة العمرانية، سيكون هناك أيقونة متعلقة باستخدامات الأراضي، من خلالها ممكن الوصول لكل قسيمة والاستعلام عنها بشكل مباشر وسهل وشفاف. وتركز الخطة العمرانية الشاملة للدولة على خلق نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة تلبي متطلبات القرن 21 عبر بناء وتطوير مدن ملائمة للمعيشة. تنطلق اليوم على خشبة مسرح قطر الوطني مسرحية شلي يصير، والتي هي من تأليف وإخراج الفنان الكبير غانم السليطي. كواليس المسرحية نتابعها من خلال هذا التقرير. في ظل الحصار الجائر على قطر وتفاعلاً مع الحراك الثقافي الذي تعيشه الدوحة، شهدت خشبة مسرح قطر الوطني اللمسات الأخيرة قبيل البدء بعرض مسرحية شلي يصير من تأليف وإخراج الفنان والممثل القدير غانم السليطي.
وإلى جانب الفنان غانم السليطي يشارك في المسرحية كوكبة من الفنانين والممثلين مثل هدية سعيد وجاسم الأنصاري وخالد ربيع وبهلال وفهد القريشي وخالد خميس ومايا. المسرحية قد تقدم نفسها ككوميديا مؤلمة، كوميديا سوداء، كوميديا مؤلمة فيها الضحكة والدمع، ولكن في الحقيقة هي أيضا تقدم وثيقة فنية تاريخية لأزمة الحصار، ليس فقط من اختراق وكالة الأنباء القطرية، يمكن نبتدي من قبل شوي، فهذا اللي يخلي المسرحية وثيقة تاريخية نقدمها إن شاء الله للأجيال القادمة عندما يريدون أن يعرفوا ماذا قال المسرح في أزمة حصار قطر. الأوراق اللي احنا قدمناها بذلنا مجهود على أقصى ما نستطيع، بالنسبة للرعاية الفكرية لثقافة المتلقي كانت ساكنتنا، من احترام، من انضباط، ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال. احنا محكومين بهذا العقد الغير مكتوب بيننا وبين الجمهور ولا نخرج عليه، فأتمنى إن شاء الله أن العمل يؤكد هذا الكلام إن شاء الله. استمدت فكرة المسرحية من مسلسل شو اللي يصير الذي عرض خلال الفترة الأولى من أيام الحصار، وذلك بعدما حقق أصداء واسعة وأصبح حديث الأوساط في المجالس والمجتمع. وتهدف المسرحية إلى تقديم رسالة فنية متزنة حول أزمة الحصار وآثاره على الأسرة القطرية والخليجية بشكل عام، وذلك بأسلوب فني كوميدي واجتماعي. نعم، وكذلك شو اللي يصير في عام 2017 حراكاً ثقافياً واسعاً في كافة مجالات الثقافة والإبداع. التقرير التالي يعرض بعض تلك المحطات الهامة في مسيرة الثقافة. مع حلول العام 2018 تودع الدولة عاماً ثقافياً بامتياز مليئاً بالإنجازات في مختلف ضروب الثقافة والفنون والإبداع، وهي المعاني التي أرست دعائمها استراتيجية قطر الثقافية، والتي تراعي أهدافها الحفاظ على التقاليد في ظل الحداثة. ولعل من أهم تلك الأهداف الهامة التي تضمنتها رؤية قطر 2030 تحقيق الحداثة دون المساس بثقافة الدولة وهويتها الوطنية. لقد شكل عام 2017 بكل ما حمله من تحديات وتحولات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية هامة، دافعاً لنهضة ثقافية شملت كافة ضروب الثقافة تتناسب مع مركز قطر المتميز في المجتمع الدولي. لقد شهد عام 2017 سلسلة من الفعاليات الثقافية التي نظمتها متاحف قطر من معارض ومنتديات إبداعية وافتتاح مقر إضافية للمبدعين من مواطنين ومقيمين للتبادل الثقافي وإبراز المواهب الفنية كمبنى المطافئ الذي أصبح مقراً للفنانين والرسامين. وتهدف هذه المعارض والأنشطة المتنوعة إلى إثراء الفنون البصرية والاطلاع على تجارب إبداعية مختلفة في عدد من المجالات، كما رسخ ذات العام من أهمية مواقع أثرية قطرية هامة كموقع الزبارة الذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي في خريطة التراث العالمي. ولعل أهم حدث أدبي شهده عام 2017 هو فعاليات جائزة كتارا للرواية العربية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا
بحضور كوكبة من الروائيين والنقاد والأكاديميين العرب، حيث بلغ عدد المشاركات في الدورة الثالثة 1144 مشاركة، منها 550 مشاركة في فئة الروايات غير المنشورة و472 مشاركة في فئة الروايات المنشورة، إضافة إلى 38 دراسة غير منشورة و84 دراسة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة. وكان عام 2017 عاماً مميزاً، حظي في المسرح القطري بدعم غير مسبوق من وزارة الثقافة والرياضة، حيث شهد المسرح نشاطاً ملحوظاً وأعمالاً مميزة. تزامن مع ذلك افتتاح عدد من المراكز الثقافية لدعم حركة الإبداع والنهوض الثقافي. وفي ذات العام شكل معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي نظم تحت شعار نحو مجتمع واع في دورته 28 حدثا ثقافيا فريدا بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية من خلال 355 دار نشر توزعت على 760 جناحا. غير أن أكبر حدث ثقافي عالمي حققت فيه قطر مركزا متقدما في الساحة الثقافية الدولية تفوق مرشحها سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري جميع منافسيه في مراحل انتخابات اليونسكو قبل النهائية لاختيار رئيسها وحصوله على مركز متقدم، ليأتي تكريمه من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوشاح حمد بن خليفة، تقديرا لعطائه ودوره في خدمة البلاد وعلى تمثيله المشرف لدولة قطر في منابر الثقافة الدولية. وقبيل شهر من نهاية عام 2017 كان مسك ختام العام افتتاح مبنى مكتبة قطر الوطنية، وهو المبنى الجديد الذي استغرق تشييده 5 سنوات، وروعي في تصميمه تحقيق التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان آمن من جهة أخرى. وتحتوي المكتبة على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في عالم المعلومات والمكتبات من ذخائر الآداب والعلوم والمعرفة الإنسانية فيما يقرب من 1,000,000 كتاب ودورية ومجلة، بالإضافة إلى المجموعة التراثية والمجموعات الخاصة للأطفال واليافعين. ومع وداع عام 2017 تقبل قطر على استكمال تحقيق أهداف استراتيجياتها الثقافية بخطى ثابتة ونظرة طموحة تهدف إلى استخدام الثقافة كمنبر لبناء العزة الوطنية وتشجيع التفاهم بين الثقافات. حراك فني وثقافي غير مسبوق شهدته قطر عام 2017، الأمر الذي أسهم في تكريس مكانة قطر كمركز إشعاع ثقافي حضاري في العالم العربي، وهزم الحصار الجائر المفروض على الدولة، وكان لمطافي مقر الفنانين نصيب بارز في تلك الإنجازات. نعم، للحديث أكثر عن هذا الحراك وتلك الإنجازات معنا في الاستديو السيد خليفة العبيدلي مدير مطافي مقر الفنانين. أبو سعود، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة، ونقول الله يعطيكم العافية أيضا على هذا العطاء. الله يعافيك ويسلمك، فرصة سعيدة. في البداية طبعا نمسي عليكم على الأخوة المشاهدين، أتمنى سنة سعيدة وجميلة إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. رغم الحصار إلا أنكم سويتوا شيء، اللهم لك الحمد والشكر. يعني إبداع في مركز في مطافي اللي هو مقر الفنانين. نبغى نتكلم في البداية أبو سعود على يعني أثناء الحصار أنتم ما وقفتوا، شو اللي صار أثناء الحصار؟ إحنا والله يعني سبحان الله رب ضار نافع. يعني موضوع الحصار أثار وطلع الإبداعات اللي موجودة المكنونة في كل هالقطر. صحيح، بغض النظر عن الفنانين، ولكن الكل قام يبدع في مجاله. نعم. واحنا طبعا من جانب الفني ما شاء الله يعني
مواهب طلعت كثيرة ومشاريع طلعت كثيرة، رسومات طبعا رسومات. بس احنا في مطافي طبعا برنامج الرئيسي اللي عندنا الإقامة الفنية، وهذه الإقامة الفنية الحمد لله البرنامج الثالث حاليا، وكل ماله ما شاء الله البرنامج يتطور، وحتى المخرجات مالت البرنامج يعني قامت تتعزز بطريقة أفضل. كان ضيفكم الثاني عندنا قبل كم يوم ناصر العطية. اي نعم ناصر ما شاء الله استضفناه وتكلم عن إقامته في باريس اللي كانت لمدة 3 شهور، وقبلها بعد أذكر الأخت إيمان الهيدوس بعد استضفناها، هي كانت أول ابتسام الصفار. ابتسام الصفار ابتسام الصفار نعم. وحاليا بعد عندنا عبد الله الكواري رجع أول البارحة، وبتروح غادة الخاطر إن شاء الله بعد الدفعة هذه اللي هي الدفعة الرابعة بإذن الله الخامسة. ابتسام وناصر وعبد الله وغادة الله يوفقهم، يعني هاي رابع واحدة الله يوفقهم إن شاء الله. نقول الحقيقة هذا عطاء مستمر وبالذات في مقر مطافي الفنانين. لو أرجع لي ويمكن هذا هو الأمر المهم أيضا، إنجازاتكم خلال 2017 في مطافي. احنا طبعا مطافي يتميز بوجود الجراج جاليري، والجراج جاليري مساحة يعني 5 ستار للمعروضات، وبيكاسو جاكومنتي هذا من أكبر المعارض اللي صارت في الشرق الأوسط. أول مرة عرض فيه بيكاسو يعرض في المنطقة عندنا ما شاء الله، وعرض في مطافي، وتخيل 36,000 زائر بالإضافة للمدارس، العوائل، الورش. 36,000 زائر رقم كبير. 36,000 زائر فني بالضبط. فني بعد المجتمع، المجتمع كله، لأن كان فعلا حديث المجتمع هذا المعرض. وبيكاسو طبعا من الناس اللي هم غيروا مجرى الفن وعندهم ستايلهم، فكان تأثيره وايد قوي. الشيء الثاني هذا في مقر الفنانين، هذا كان نعم في الجراج جاليري اللي هو في مقر الفنانين. نعم. بالإضافة طبعا إلى بداية البرنامج كان عندنا 20 فنان وحاليا شغالين، وشهر 6 القادم إن شاء الله راح يطلع إنتاجهم. بالإضافة إلى افتتاح مثلا عندنا الكاس آرت. كاس آرت هذا محل لبيع أدوات الرسم، فجبناه من بريطانيا، وحاليا مطافي هم البراند الوحيد يعني اللي ماسكه ككاس آرت، وفي تسهيلات كثيره حق الفنانين الخصوم اللي هو اللي يبيع ادوات الرسم. ادوات الرسم اعتقد انه مفتوح خليفه. نعم مفتوح، مفتوح موجود وباسعار مميزه. اسعار مميزه. نعم. وفي طبعا الناس تقدم على الكالتشرال باس البطاقه الثقافيه، وهذه تعطي خصومات كبيره مش بس على مطافي، على كل المناطق البيع تبعت هيئه المتاحف، حتى المتحف الاسلامي المطار. واعتقد يا خليفه ان مواد الرسم اللي موجوده فيه على هاي كواليتي. هم الحلو اللي فيهم على جوده، ان في أعلى جودة، وفي حق الأطفال أيضاً. فعم غطين كل المسافة اللي موجودة. هو المقر الوحيد اللي عندكم أنتم في. نعم. في مقر الفنانين. مقر الفنانين. يعني ما في أي مكان ثاني. أنا غشش خليفة لأن بحكم إني كنت موظف متحف. حمد صاحب خبرة. العرق عادة. نعم. طبعاً من الإنجازات بعد في تعاون جداً مثمر بيننا وبين قناة الجزيرة الوثائقية. ولقيت أنا طبعاً بحبي أنا حق الأفلام الوثائقية، لقيت إن في عندهم كمية كبيرة من ساعات الفيديوهات اللي هي دوكيومنتري حق شغلات فنية. والإخوان هناك جدا كانوا متعاونين، بالعكس رحبوا بالفكرة. يعني شغلت السينما. السينما شغالة نعم. أوكي. نعرض أفلام وثائقية. أوكي. عرضنا عزف الفنانين الشوارع. وحسن الشرق هذا بعد فنان مصري. فكل فترة عندنا كل شهر عندنا فيلمين. فيلمين في الشهر. في الشهر إيه. ونعرض الأفلام هذه، وهي أفلام وثائقية 50 دقيقة نص ساعة، تختلف عن هوليوود والأكشن هذا. أفلام وما يمل المشاهد. فيلم خفيف ولطيف وتطلع أنت بفائدة ممتازة. طيب تحددون الأفلام، تكتبون عندكم موقع في الويب سايت تحددون. نعم. الفيلم وأيام العرض، ساعات العرض، كم مدة العرض. إحنا عندنا الإنستغرام مطافي الدوحة أو دوحة فاير ستيشن، فيه كل البرامج اللي تنزل عندنا، يعني الأفلام اللي تنزل، الورش يصير ورش عندنا، الفنانين المقيمين يعطون ورش أيضاً للمجتمع، الورش اللي تصير بالتزامن مع المعارض. يعني حالياً عندنا معرض رؤى ألمانية هو يتزامن مع نعم ماخذ اللون الأصفر أكثر شيء. بالضبط اللون الأصفر يتزامن مع السنة الثقافية بين قطر وألمانيا. فعندنا أيضاً ورش للمدارس تصير،
عندنا المسا في القايد اللي هم تروح هناك ويشرحون لك شو الهدف من يعني اكيد هناك اهداف وضعت للورش هذه اللي تعمل للمدارس، هل يعني الورش تعمل وبعدين تبعثون انتم رسائل لوزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، او انهم هم يتواصلون معكم بعمل ورش للطلبه؟ احنا طبعا قبل ان نفتتح اي معرض اثناء تصميم المعرض في يكون جانب تعليمي يتم تصميمه مع المعرض. جميل. فهذا الجانب التعليمي نبعث المعلومات والطلبات يعني حق المدارس، حق التربية والتعليم، يعني مو حق كل المدارس. المدارس تبدأ تحجز عندنا، احنا بنجيب طلابنا في اليوم الفلاني وبعد المعرض نبي نعمل ورشة. فتخيل ان تقريبا فولي بوكت البرنامج تبعنا من بداية البرنامج، اول ما نعلن عنه ياخذ شهر وكل المدارس تبدأ تحجز. فبعدين عقب بيون المدارس المدرسين قبل أن نبدأ المعرض أن يندرب المدرسين على طريقة أنهم يشرحون حق طلابهم. يعني إحنا ما عندنا زي ما تقول نجيب قايد وكذا، لا، المدرس اللي في المدرسة نفسه. نعم، مدرس الطلبة نفسه. قبل أن نبتدي البرنامج نعزم كل المدرسين تعالوا ونسوي لهم برنامج تكليفي مدرد أن نعطيهم معلومات وطريقة الشرح حق طلابهم، فلما يجي هو مع طلابه أو المدرسة مع طالباتها هم يشرحون لهم بأريحية وعقب ما يخلصون يجون على الورشة يسوون لعبة. وترى الوضع ممتع جدا في مطافي، أنا اشتغلت هناك فترة من الزمن، ممتع جدا يعني وقت الملل. أو وقت أنك حنيت يا حمد من زمان. الطلاب لما يجون ما يبون يروحون. ما يبون يروحون. جيبهم حصة حصتين يبون يقعدون طول اليوم. لا بس حمد إيش يعني، يمكن أتكلم عن النقطة هذه إنه يعني قبل ما يعرضون الورش هذه التدريبية يجيبون أيضا مدرسين المدارس ويعلمونهم شلون طريقة عمل الورش هذه أو عمل اللوحات الفنية، وبعدين هم يلقنونها للطلبة وبعدين يبدأون في العمل التطبيقي من خلال الورش. الحقيقة عمل جبار، الفكرة مشاركة، يعني مش إنه بس إحنا مجرد تلقين، لا، يجون يعيشون اللحظة، يعيشون المومنت هذه. وهاي الأفكار. خليفة، معارض فنية بمتاحف قطر وافتتاح مكتبة قطر الوطنية، حراك مسرحي، فعاليات في كتارة، إلى أي حد أسهمت تلك الإنجازات في إفشال الحصار الجائر على دولة قطر؟ واللي جاي بعد أكثر، واللي جاي أكثر. اليوم مسرحية شو اللي يصير؟ يعني سبحان الله، الدوحة أصلا فيها زي بومينج، اللي هو فيها إبداع وفيها حركة ثقافية ماشية قوية جدا، وانا اعتقد يعني نوع من ان شيء كذي يكبح الجماح، ان الواحد يبدا يتحرك ويطلع مكنوناته. لمتى بنتم على استحياء وعلى خفيف؟ لا بالعكس، الحين ما شاء الله شبابنا الصغار والفنانين بداوا ينطلقون ويطلعون طلعت مواهب. يعني اذكر احنا يوم عملنا 100 يوم على الحصار، الجرافيتي هذا اللي سويناه على المطافي، خلال اسبوع كلمت الفنانين، والله عندنا موضوع كذا كذا كذا، والكل ابدا استعداده وجو وما قصروا، اشتغلنا شغل خلال إجازة العيد. بعدها مطافي غير روح مطافي كامل. نعم، أنا أذكر حتى شفت العمود العود، نعم، عليه صورة سمو الأمير البرج. نعم، البرج سمو الأمير، تذكر سام البرج اللي هناك؟ ايه، عليه صورة سمو الأمير الشيخ تميم الله يحفظه، البرج القديم. ايه، البرج القديم. والجهة الثانية صورة الأمير الوالد، جايين كذي مع بعض على الزاوية، طريقة فنية مش طبيعية. نعم. نعم. لا، وبعد يمكن عندكم يعني للعلم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عندهم في موقع مطافي مقر الفنانين عندهم أيضا مطاعم، كوفيهات شوب أيضا موجودة هناك. نعم. نعم. كل هذه موجودة أيضا للزائرين. زائرين. نعم. الموقع وأتوقع أن يفتحون من الساعة 8 لين الساعة 11 بالليل. لين الساعة 11 بالليل. والمنيو الجديد بعد قريب. أي طيب. بعد يومين في منيو جديد إن شاء الله بينزل. طيب، أبو سعود مين بيتكلم عن الشغلات هذه اللي قدمتوها في الموقع أيضا؟ نعم. الفكرة طبعا أن الفنانين والزوار، الناس اللي تيجي تشارك بالمعارض، اللي تيجي تشارك بالورش، يبون لهم مكان يقعدون. إيه، ومكان كامل. مكان كامل متكامل. إيه، بالضبط. صح. ففكرة الكافيه، كافيه 999، كانت الصعوبة بالحصول على الاسم 999، ولكن الحمد لله تسهلت الأمور والداخلية ما قصروا، فالاسم طلع معنا ممتاز. وفي نفس الوقت بدأت يعني نسوي نوع من انت من قاطعك أبو سعود شوي. إيه، هذا طبعا مبنى مطافي. لا لا، من شوي كان البرج اللي فيه علامة اليد وهو كسر الحصار. هذه واحدة من الأعمال، وهذا هذا العمل اللي أقصده. نعم، هذه ترى في البرج
صورة سمو الأمير ولاحظت أن بعد هذه المناسبة 100 يوم عن الحصار، فنوعا ما شوف اليد والمئة يوم اللعبة هذه إيه، فنوعا ما مطافي الحين صار المكان متكامل، بحيث أنه في كافيه تخدم الناس يون يقعدون، اجتماعاتنا حتى احنا سويناها بالكافيه برا، الفنانين يون يقعدون من الصبح، من اول ما يفتح في افطار، في غدا، في عشاء، يعني كل شيء متكامل. انتم ما شاء الله كل شيء متكامل. ومحل الكاس ارت حق الفنانين والسينما موجوده هنا، بالاضافه الى في اللي هو الجاليري المرخيه، جاليري المرخيه نعم حق الشيخ خالد بن علي، نعم. وبعد فيه ورشه حداده اعتقد، ورشه خشب. نجاره هذه تساعد الفنانين في يعني تنفيذ اعمالهم، يعني اذا خلص لوحته يبغي له بس خشب او حاجه، برواز ولا شيء، برواز جاهز إيه؟ يعني كل شيء موجود والله. وبعد المرخيه جاليري عاملين بصراحه جهد ممتاز ومعارض مستمره، والهدف من وجود المرخيه جاليري في مبنى مطافي ان نوصل الفنانين المقيمين بسوق العرض والطلب، بمعنى ان نوصلهم، لان الفنان معناته اذا عقب ما يخلص البرنامج انه خلاص يكون فنان متكامل، يقدر يبيع ويشتري وخلاص يقيم لوحته، اي ما عنده مشكله يعني. وهاي الفكره من وجود وفي لوحات للبيع في جاليري المرخيه. المرخيه نعم يعني شغل على طول دائما، هذا وين المرخيه؟ في نفس الموقع، في نفس المكان. هو كان جاليري المرخيه، كان اعتقد خليفه يذكرني، اعتقد كان في سوق واقف، كان في سوق واقف قبل سوق واقف، بعدها طلع قبل سوق واقف مكان كتارة، كان في كتارة، في كتارة عنده مكان، عقب سوق واقف وجهني، عقب راح اللي هو مقر الفنانين، نعم. وكان موجود في سوق واقف اتوقع، كان موجود في سوق واقف، نعم. حضرت له كذا زين. يعني يمكن يكون سؤال شوي للي حاب، يعني حاب انه يتعلم الفن، يقدر ياخذ عندكم دورات او يأهل مثلا مطافئ لأن يكون فنان المستقبل، خصوصا إذا كان عنده موهبة، يعني هو حاب إنه يكون إنه يرسم، إنه يمارس هذه الهواية بشكل أكبر بشكل جدي. وتقريبا عندنا كل أسبوع في عندنا ورشة، تكون عادة الفنانين اللي عندنا من برا، يعني مش من مدارس أو لا، أو من أتكلم عن ورش يعني للكبار، للكبار يعني يقدم ورش طباعة الحرير، ورش اللي هما الرسم، الباتك يسمونه، الأويل والطباعة، في عندنا ورش زي هذه تصير ونعلن عنها دائما في الموقع عندنا، لان من ضمن اشتراطاتنا مع الفنانين ان كل فنان يعمل ورشه حق المجتمع. حلو جميل. فكل فنان بتخصص المختلف يعني يشارك المجتمع بخبراته من خلال فنه، فدائما في عندنا ورش. الشيء الثاني بعد عندنا ان اي حد من الفنانين اللي حابب يعرض اعماله، انا الحين هاي دعوه لهم أو على الهواء من خلال قناتكم، الله يحييك وقناتك، ان بالعكس ان اهلا وسهلا بيهم يعملون لنا بروبوزال عرض، بمعنى انا عندي هاي المجموعه من الاعمال سواء رسم، فوتوغرافيا، نحت، ابي اعرضهم وعددهم كذا، الفتره ابيها كذا، يعني يحدد لنا. بعدين احنا عندنا لجنه، دائما اللجنه تدرس الاعمال هذه، العروض هل هي بالمستوى اللي يعني يستحق انه يعرض بالضبط احنا ولا لا؟ في الفاير ستيشن او المطافي نبي نحافظ على مستوى معين، كواليتي معين، وفي نفس الوقت نبي نشجع الناس انه يمشون بجديه في هذا المجال. يعني الشيخ المياس بصراحه دائما تاخذ بالها من الفنانين الصغار، ودائما توجهنا ان نعمل لهم معارض اماكن. وفي شغله بعد حصريه لما تتكلم انا ولدكم ان شاء الله راح يكون عندنا بيت في الوكره ان شاء الله، وراح يكون هاي البيت فيه استديوهات حق الفنانين، بيت فني، بيت فني سميتوه الحين، نعم. بيت الوكره مقر الفنانين، بيت الوكره مقر الفنانين، نعم. بيكون في سوق واقف الوكره، هذا في سوق واقف الوكره راح يكون هناك. حلو. وممكن بعد فتره بسيطه ان شاء الله راح نعلن عندنا في الويب سايت عندنا، اللي يحب ياجر هناك بشغلات رسميه رمزيه، اجر رمزي تشجيعي، ياجر ايش؟ ياجر استوديو، ابو سعود ياجر استوديو. الاستوديو هذا يعني يستخدمه في الرسم مثلا، نعم. ولا الاستوديو حق الرسم ولا العرض؟ يبي يسوي ورش حق العرض، مسوين جزء صغير بعد اذا حد يبي يعرض هناك بعد بالرتب. هذا كله في سوق الوكره، هذا كله ان شاء الله في سوق الوكره ان شاء الله. والله والله ما قصرت انت. ومتى بيبدا يا ابو سعود؟ احنا قاعدين الحين نأدي الجهز، العقود، الامور هذه كلها، المكان تقريبا جاهز ما عدا شيء بسيط، باقي الامور اللي هو فاتكلم ان شاء الله على فبراير راح
إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. مثل ما قالكم أخونا خليفة العبيد اللي راح يكون فيه مقر للفنانين في سوق الوكرة بإذن الله تعالى في الفترة القادمة. وما قصرتوا وما قصرت المتاحف. وبعد حمد رسالة أيضا ليوجهها للفنانين بإمكانهم أيضا التواصل مع مطافي ومقر الفنانين هناك إذا عندهم أعمال حابين يعرضونها. وطبعا هذه الأعمال راح تعرض على لجنة واختصاصيين في هذا المجال لفحص المستوى الفني لهذه الأعمال. فإذا كان هذا العمل يستحق أن يعرض راح يعرض ويوفر لهم مكان. ونتوقع أن هذا أيضا عمل الحقيقة ودعم متواصل للفنانين وكذلك الفن. نعم. خليفة، أنا بنتكلم بشكل عام على الإقامة الفنية اللي تسوونها في بايس. أنا بنتكلم عنها بشكل عام، على من يقع الاختيار، شروط اللي حاب يقدم على الإقامة الفنية في باريس، شو المطلوب من الشخص اللي حاب أن يلتحق بهذا البرنامج؟ احنا نفتح باب الترشيحات حق باريس، نعلن عنه طبعا والكل يقدم. التحدي أن باريس الإقامة الفنية فيها 3 شهور. تتم هناك 3 شهور. 3 شهور تتم هناك. فالهيئة هناك طبعاً مدينة دولية للفنون. نعم. فيها تقريباً 450 استوديو، 450 فنان هناك موجود. مبدعين. مبدعين، غير الإيفنتات اللي تصير، المعارض اللي تصير، التفاعل اللي يصير بينك وبينهم، النقاشات عندهم كل شهر يسوون غدا على النهر ولا داخل هناك فني، غدا فني خطير. ايوه انا حضرت بصراحه مع ناصر فالمهم ان التحدي ان الشخص اللي بيشارك في الاستوديو اولا يكون يقدر يتفرغ 3 شهور. الشيء الثاني يقدم بروبوزل. هذا باريس بسعود ولا قاطعك؟ نعم، هذا استوديو باريس. وهناك طبعا استوديونا على فكره من اكبر الاستوديوهات اللي موجود. زين، هذا جميل. ويكون الاستوديو حق الشخص، شخص واحد اي هو اللي بيروح. استوديو مقسم قسم حق الرسم وممارسه العمل، وقسم حق الرقاد يرقد في الاستوديو هناك. زين لانه هي اقامه فعليه في الاستوديو، يعيش اللي يعيشه الفنانين اول. بالضبط، لان الفن مو يعني محمد سهولة. يعني شو يستفيد هو يعني 3 شهور هذه اولا اقامه في الاستديو ومتواصل لمده 3 شهور؟ ليش تدري مره تطري عليك فكره وانت منسدح تقوم تكملها؟ صحيح والله يا سالم. لا طبعا الفكره ان اولا في باريس هي مدينه الفنون، معارض فيها، متاحف فيها، مسارح فيها، الفنانين موجودين، اغلب الفنانين هناك. فيها فلما تروح انت تعيش هناك الحياه الفنيه يختلف تكتسب الوضع عليك. تكتسب امور كثيره، تكتسب يعني يصير لايف ستايل ان الواحد عايش الفن. وبالنهني مثلا عندك دوام، بعد الظهر ترسم، تروح البيت، اليهال هناك البيت. بشكل يومي 24 ساعة وانت موجود في الاستديو. نعم. موجود في هذا المقر. نعم. للفن وكله فن. نعم. ويعرفون. نعم. عنك بعض الفنانين ويزورونك طبعا. وبعضهم يقول لك لا في خطأ بسيط هنا لو حطيت كذا يكون في تبادل، ويجونك طلاب ويجونك فنانين. والسفارة بعد ما الله يمسيهم بالخير ما مقصرين معانا بصراحة، الله يمسيهم بالخير. فيعني المكان مكان جدا ملهم. اللي يرجعون من هناك يتكلمون عن تجربتهم. هي بعد يهلون يعني في ناس يقولون والله يعني الحياة اللي عشناها هناك في باريس في هذه الأجواء وهاي الانتاج اللي طلع معانا له ذكريات وله واقع. صحيح. جميل. ومن داخل الواحد تم هذه يعني لحظة في ذاكرته ما ينساها. طيب بالنسبة لو حب هو الشخص نفسه انه يكرر التجربة تعطونه ولا لا الأولوية حق طبعاً اللي, احنا اللي على الجدول؟ نخلي دائما أولوية حق الناس اللي ما راحت هناك. وهذا ثم نغطي أكبر عدد ممكن خلال، لأن كل سنة أقدر أطرش بس 4 أشخاص. وكل واحد يقعد 3 شهور طبعا محمول مكفول. الله يجزاك طيبة. نعم. ونساعده بالعكس هناك عندنا زي معلومات وين يروح إذا بغى كذا، البقالة هني، الأمور هذه كلها. فلما يروح هناك مكفول يا خليفة. أنا ما استغليته يعني. بس أنا حاضر. أنا بيرجع للموقع الإقامة، يعني هو ما يطلع مثلا موقع الإقامة ولا يطلع يقدر يطلع ورشات عمل ومع فنانين يعني حر يروح يجي. يعني هو ابتسام الصفار طلعت على هولندا، راحت شافت معرض فان جوخ، طلعت على بروكسل فيها معارض هناك. بعدين في فرنسا
تقدر تروح بالقطارات كذا مكان. صح. والهدف انه انت تفتح عيونك على الشغلات هذه اللي موجوده الفنيه اللي ما تتكرر، يعني فرصه لا تعوض. سالم يحسب انه في الجاليري ما يطلع. لا. انا قلت انه يكون يعني الزام انه يكون يعني اغلب الوقت موجود. لا. في لا لا ما في عنده التزام، بالعكس هو لا. نفسه هو يعمل مانجمنت حق حياته، يعيش فنان محترف خلاص، هذا حياته، هذه شغله، هذه مكانه، ينظم اموره، ينظم وقته، ينظم روحاته وجياته. لكن تكون الثلاث اشهر هذه كلها فنيه، عاد تخيل انها تمر بسرعه. معظم الفنانين اللي رجعوا من هناك يقولون بصراحه طارت الثلاث شهور يعني بسرعه. وحتى ناصر، على فكره ناصر بكره عنده ورشه في مطافي، فاللي حاب يجينا الساعه كم؟ تبتدي الساعه 4 العصر أوكي. لغايه الساعه 10 بالليل. اوكي. فناصر شو مسوي؟ مسوي كوكب. ست ساعات؟ نعم. أشياء صغيرة قال عنها كوكب الأرض. كوكب العطور. العطور. كوكب العطور. نعم. اسمعنا يا ناصر، هذا راح نسوي معك اللقاء قبل كم يوم. كوكب العطور. كوكب العطور. وعامل تفاعل كبير مع المجتمع، وما أدري كم وصل بس عدى 100. إيش الفكرة؟ 100 من كوكب العطور. إن كل إنسان مثل العطر على حسب الريح اللي فيه. يعني هو حاطه كذا. شوف هذا الفن، الفن عند حمد. حمد لازم تروح ثلاث شهور باريس بس اسوي الفيزا. حاول. شرفنا الله يسلمك. الله يرضى قدرك ويسلمك وبيض الله وجهك. وبكره بتكون ورشه ناصر ان شاء الله من الساعه 4 العصر لين الساعه 10 في مطافي مقر الفنانين. وبالمره للمشاهدين اللي حاب يشوف مقر مطافي يجي يشوف المعرض ويشوف حتى الاماكن اللي موجوده اللي متاحه للناس. يعني ترى في اماكن جلسات خارجية مطلة على الكورنيش، على الأبراج، من أروع الأماكن اللي هو مكان مطافي مقر الفنانين. مرحبا بك. نعم. وأهلا وسهلا بك. الله يرحم بك. نعم. خليفة، كلمة أخيرة حاب تقولها وإحنا مخلصين 2017 داخلين في 2018. والله حقيقة يمكن صار لي حين سنتين في مطافي وقاعد أشوف التطورات والتغييرات الإيجابية اللي قاعدة تصير، سواء مع مطافي ك هيئة، مع المتاحف كدعم للفن والفنانين بصفة عامة، مع الفنانين اللي قاعد أشوفهم بعد أيضا يتطورون ويتفاعلون مع كل اللي يصير حواليهم. أنا أقول امشوا بهالطريق، بالعكس واصلوا. يعني الفنانين اللي هم شوي مترددين اللي يقولون تعالوا، تعالوا تحركوا، بالعكس أنت كل ما تشتغل للهام يجيك، إبداعاتك تطلع، الناس تشوفك تتفاعل معاك. صحيح. وهذا الهدف من الفنان. ليش تخلي مثلا صورك او اعمالك حكر على نفسك وبيتك؟ لا، اطلع بيهم، اطلع بيهم الناس. وهاي الهدف بالذات خليفه اذا قد ولا هو اني اقولها في وجهك، اللي مثلك وشرواك في الواجهه، بالعكس هو اللي بيفيد الناس، بيفيد الشخص اللي مقبل على ما وجدنا الا نساعد اخواننا وربعنا وانت اهل للثقه، والفنانين اللي ناخذ بيدهم سواء من الطلاب والله سواء انت اهل للثقه. لكن في شغله خليفه، وش عاد الحين انت بالعاده خليفه دائما تجيب الكاميرا؟ والله وين هالكاميرا؟ بصراحه جاي من المكتب قاعدين نقيم موظفين. زين. وسبحان الله التقييم على فكره بعد ما شاء الله متاثر مرتفع دائما مرتفع ما شاء الله. بس هي معك على طول خليفه، فللاسف ما جبتها معي. ترى هذا اول لقاء الخليفه معانا، هو العاده يكون موجود يجيب معاه الكاميرا ويصورنا على الهواء. الليله ما جاب الكاميرا. يلا ملحوق ان شاء الله في اللقاء. ان شاء الله بيض الله وجهك. بيض الله وجهك خليفه العبيدلي، مدير مطافي مقر الفنانين. شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب، وبيض الله وجهكم على كل ما تبذلون في الحركه الفنيه. شكر لك، شكر للشيخ المياسه، شكر لمنصور المحمود، بيض الله وجهكم جميع. وجهك ابيض، الله يبارك فيك. شكرا لابو سعود، الله يعطيك العافيه. والشكر موصول للجميع على كل ما يقدم لخدمه هذا الفن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نتابع ما تبقى معنا في هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. بعد هذا الفاصل، تشهد بلادنا خلال هذا الفصل من كل عام موجة ضباب صباحية وليلية
في بعض الأحيان تؤدي إلى صعوبة في الرؤية وخاصة على الطرق الخارجية، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة. نعم، نديب قناة الريان متواجد حاليا في سوق واقف مع الملازم أول علي راشد العتيق ضابط الحركة المرورية في الإدارة العامة للمرور، اللي نتعرف من خلالهما على أبرز النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة وقت الضباب. علي النعمة، مساك الله بالخير، الكلمة عندك. الله يمسيك مثل أخوي حمد، أمسي عليك بالخير وأمسي على المشاهدين ومستمعين قناة الريان من مهرجان ربيع قطر 2018 من سوق واقف. اليوم مشاهدين الكرام راح اشتركنا في الحديث أن يكون معانا الملازم أول علي راشد شاهين العتيق ضابط الحركة المرورية في الإدارة العامة للمرور، وراح نتكلم معاه عن الحركة، تسهيل الحركة المرورية إن كانت في المهرجانات أيضا في فصل الضباب أو في تسهيل الحركة بشكل عام على رأس السنة. سعادة الملازم، في البداية راح أفيك على قناة الريان. يا مرحبا فيك، ومسي على السادة المشاهدين، ومسي عليك، وحاب أشكرك وأشكر قناة الريان على هذه الاستضافة في برنامجكم. بيض الله وجهك، وهذا أقل واجب مقدمة يعني خدمة الجمهور. اليوم تشهد قطر عديد من المهرجانات، إن كان مهرجانات التسويق أيضا المهرجان اللي احنا متواجدين فيه اللي يمتد إلى 4 شهور قادمة، مهرجان ربيع قطر 2018 من سوق واقف. شو ممكن تسهلون الحركة المرورية حق العوائل القطرية أو العوائل المقيمة؟ طبعا احنا في قسم الحركة المرورية التابع لإدارة الدوريات والتحليل المروري، على أن تم استعدادات مثل هذه الفعاليات وغيرها، عندنا عدد كافي من الدوريات وعندنا استراتيجية واحدة نمشي عليها في أي فعالية ممكن تحصل. عدد دوريات عندنا كافي، عندنا عدد من الدراجات، عندنا الأفراد المترجلين راح يكونون في هذه الفعالية. جميل. سعادة الملازم، لو تكلمنا أيضا أن في يعني من أيام قليلة تشهد بلادنا خلال الفترة السابقة موجة ضبابية، إن كانت الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، إيش أهم النصائح اللي ممكن ننصح فيها أيضا العوائل أو يعني شباب هالقطر المقيمين أو القطريين؟ صح، طبعا احنا في كلنا عارفين ان القياده تحت الضباب او اذا كانت تحت الاجواء الصافيه تختلف تماما عن الاجواء الصافيه. الضباب يكون مثلا في عندنا في الصباح يختلف تماما اذا كان عندنا الاجواء الصافيه. ايضا تختلف رؤيتك للمسار او تختلف رؤيتك للمركبات اللي حولك، وأيضا السرعة المطلوبة في الشارع نفسه، وهذا من أهم ما نركز فيه عشان ما تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. سعادة الملازم، تذكرت معانا السرعة، هل في حدود للسرعة في وقت الضباب إن كان الفترة الصباحية أو الفترة المسائية؟ والله ما في سرعة محددة ممكن نمشي عليها في الضباب. سرعة تقدر يعني على حسب مدى رؤيتك للسيارة اللي قدامك. جميل. أو مدى رؤيتك للمسار اللي قدامك، هذه السرعة تحدد أنت تقدرها، قائد المركبة يقدرها ويشوف المركبة اللي قدامه، وفي نفس الوقت يعني عشان ما يحدث أي تصادم مع المركبة اللي قدامه إذا كان في هناك وقوف مفاجئ في مثل هذا. طيب، في نقطة جدا مهمة في وقت الضباب وإحنا نلاحظها أيضا إحنا كسائقين الفترة اللي طافت من يومين 3 أيام وممكن اليوم أو بكرة في الشوارع الخارجية بالنسبة لمدينة الدوحة، كثير من الناس وقت الضباب تشغل الأنوار الرباعية أو إحنا نسميها بالقطري الدنجر مثلاً. إيش ممكن ننصحهم وشو ممكن يعني يقللون من هذا الشيء؟ الأنوار الرباعية هي من أهم الأخطاء اللي يقومون فيها مستخدمين الطريق. الأنوار الرباعية يعني هي تستخدمها في حالة الوقوف التام في الطريق، أو إن إذا كانت سيارتك متعطلة أو إذا كنت بجانب الطريق، عشان يعني ما 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 تسوي ما تو يعني ما لما يجيك الشخص المركبة اللي جاية من الخلف يعني ما تفاجأ الشخص اللي يسوق، ممكن يبتعد من المسار نفسه، وفي محاولة ابتعاد المفاجأة هذا ممكن يعمل أي حادث أو شكل خطورة في نفس الشارع، خاصة الطرق السريعة عندنا. جميل. الإدارة العامة للمرور في عام 2017 العام السابق أقامت حملة قوية في موسم السابق للضباب عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإعلانات والبوستات اللي انتشرت في قطر، تنبه السائقين من عدم يعني فتح لتات أو أنوار الرباعية للسيارات. إيش ممكن تسوون حق السنة هاي في مثل هذه التوعية؟ طبعا اخواني في اداره التوعيه ما يقصرون في 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 التوعيه
خاصة في أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. عبر حساباتهم أو مثل الاجتماعات اللي تقومون فيها والفعاليات اللي تصير أيضا في المدارس في كل مكان هناك في توعية. أيضا إحنا في الدوريات حجزات يعني في بعض الأوقات نعمل توعية في المهرجانات في المناسبات المتواجدة معنا بالدوحة، وهذا نشاهده للأمانة. شخص يعني يستفيد من أي شيء يعني. طبيعي، وجهودكم واضحة ولله الحمد. لو تكلمنا عن أهم الحوادث اللي تكثر في وقت الضباب. الحوادث يعني إذا كانت في زيادة في الحوادث هو أمر وارد وطبيعي، لكن إن شاء الله أخواننا المتابعين والمستمعين يتعاونون معنا، ومثل ما قلت لك أخواني في التوعية ما يقصرون، وإن شاء الله ما تحذر ما ما ما, ما تكون هناك زيادة في الحوادث. طيب سعادة الملازم، تكلمت معاك شوي أخوي علي، ذكرت لي أكثر من مرة مسافة السائق. شو ممكن السائق يقدر المسافة في وقت الضباب أو في وقت أثناء القيادة؟ هي يعني ترك مسافة كافية يقدرها قائد المركبة نفسه. جيم. بينه وبين المركبة اللي قدامه واللي حوله. منع أي اصطدام ممكن أن يحدث أو أي احتكاك أو أي تلاحم بين مركبة ومركبة. أيضا مع مراعاة نفس الشيء هي المكابح أو نقول البريكات. اللي يعطيها بشكل قوي ولا بشكل مفاجئ، هذا ممكن تعيق حركة الشخص اللي جاي من الخلف، ممكن تعمل الاصطدام. طيب لو تكلمنا بشكل عام أثناء يعني فصل الضباب أو الأيام السابقة اللي احنا نشوفها نشاهدها تكثر فيها أوقات الضباب، نشوف دوريات الحركة المرورية تنتشر بشكل كبير. إيش دور هذه الدوريات؟ صحيح، دورياتنا متواجدة في كل أنحاء الدولة، أيضا الدراجات موجودة. مثل ما تدري يعني الضباب يكون متشتت، وما يكون في بعض المناطق ما عليها ضباب، في بعض المناطق فيها ضباب مع أن المسافة قريبة يعني ما بينهم شيء، لكن دورياتنا بتكون متواجدة لأي حدث ممكن يصير على نفس المسار أو لأي طارئ ممكن أن يحدث. طيب دائما رجال المرور ما يحبون سؤال هل نسبة الحوادث تكثر في فصل الضباب ولا في فصل معين، في زيادة في نسبة الحوادث؟ والله حاليا للحمد ما في اي نسبه حوادث يعني ممكن نقول عنها كثيره او زياده، لكن في مثل هذه الاجواء سواء كانت ما يعني اجواء مطر ولا كانت اجواء ضباب تصير حوادث، لكن ان شاء الله احنا نكون يعني موجودين وان شاء الله ما في، خاصه حوادث ما تكون فيها اصابات ان شاء الله. طيب جميل، احنا الحين في موسم مثل ما ذكرت معاك بالسابق، موسم مهرجانات وايضا احتفالات في الدوله، وايضا داخل معانا فصل الضباب او ايام الضباب اللي هي تكثر فيها بعض الحوادث، ايش ممكن ننصح فيه السائقين في هذا الوقت؟ والله انا حاب انصح الساده المشاهدين عدم السرعه، خاصه اثناء مشوارك او تحركك للعمل الصبح. متى ما تدري هالوقت بالذات يزيد فيه عدد يعني يزيد فيه الضباب، وتحصل في اغلب السيارات مثل ما الانوار الرباعيه هذه. انا احب اوضح حاليا قدام الشاشه واوضح للمشاهدين ان الانوار الرباعيه هذا يعني خطا وخطر جدا وفادح موجود فأحكيد. خطا فادح. طيب ساعات الملازم لما احنا في اجواء سوق واجف وايضا مهرجان ربيع قطر 2018 احنا نشوف ان يعني الدوله ما قصرت ووفرت لنا باركنات خاصه حق السيارات ان كانت تحت الارض او باركنات الجانبيه بالنسبه لسوق واجف. نشوف بعض السائقين يتعمدون عرقله المرور او عرقله حركه السيارات، ايش ممكن تنصحهم؟ شوف العرقلة تصير أو الازدحام يصير إذا كان هناك سيارة واقفة في مكان غير مخصص للوقوف فيه أو إنه واقف فوق الرصيف، فهذه الأشياء اللي ممكن تحصل فيها ازدحامات واختناقات مرورية، خاصة في مثل هذه الفعاليات اللي تصير هنا في سوق واقف أو غيرها من الفعاليات. لكن أفرادنا موجودين، دورياتنا موجودين مترجلين على نفس المكان، ممكن يوجهون السائقين الموجودين أماكن المواقف المتاحة واللي تقدر تصف فيها. طيب بالنسبة للإشارات المرورية اللي تكثر معنا في سوق واقف ونشاهد فيها الازدحام، اللي هو مثلا ما تكون الإشارة معاك خضراء ويكون الشارع مزدحم وتلاقي السيارات مسكرة المسار كامل، إيش ممكن ننصحهم؟ وأيضا الخطوط الصفراء اللي متواجدة على الإشارة، إيش ممكن ننصحهم؟ صحيح، الخطوط الصفراء اللي بتكون في مربع الإشارة نفسه هذه يعني إنك يعني لما يزدحم المسار اللي قدامك ما تتعدى المسار اللي انت فيه جاي منه،
فحب أنصح السادة المتابعين أن هذا الخط يكون لازم يكون فاضي، لأنه ممكن تسكر الإشارة ويفتح المسار الثاني وسبب عرقلة ثانية. ملازم أول علي راشد شاهين العتيق، ضابط الحركة المرورية في الإدارة العامة للمرور، نقول لك بيض الله وجهك معنا قناة الريان. وجهك أبيض ومشكري على هذا الخط. بيض الله وجهك. نعم أخوي حمد ونعم مشاهدينا الكرام، إحنا اليوم كنا معانا الملازم أول علي راشد شاهين العتيق، ضابط الحركة المرورية في الإدارة العامة للمرور، تكلمنا معاه عن الحركة المرورية في المهرجانات اللي تقيم معانا في هذا السنة في 2018، وأيضا تكلمنا معاه عن بعض حالات الحوادث اللي تكثر في وقت الضباب. بس للأمانة أخوي حمد، إحنا في مهرجان ربيع قطر 2018 واللي متواجد في سوق واقف نشهد حركة يعني كثيفة من العوائل القطرية وأيضا العوائل المقيمة، وأيضا فعاليات كثيرة متواجدة معنا في سوق واقف، مثل فعاليات الألعاب للأطفال وأيضا فعاليات الفنية والثقافية اللي تشهدها في المسرح المتواجد معنا في مواقف سوق واقف، وأيضا الحركة الفنية اللي تشهدها بعض الرسمات المتواجدة وأيضا الأكلات الشعبية اللي يحبونها عوائل هالقطر وأيضا زوار سوق واقف. حمد، سوق واقف ينتظركم إن شاء الله. أبرك الساعات، بيض الله وجهك يا علي. النعمة ما قصرت، أنت ضيفك الكريم. ومهرجان سوق واقف مستمر لمدة 4 أشهر، مستمر لمدة 4 شهور، يعني الحين فترة امتحانات، اللي عقب ما يخلصون إن شاء الله أطفالكم الامتحانات تعالوا سوق واقف، وفي كل الفعاليات موجودة، وفي منطقة خصصوها أيضا للألعاب الأطفال كبيرة الحقيقة. نعم كبيرة السنة هذه، غير مختلفة، والمواقف فوق 7000 موقف، والحدائق موجود يمكن حديقتين، غير ساحة الأحمد، غير وجودك في سوق واقف يعطيك روح. والإجازة على أبواب يا حمد. والإجازة على أبواب، إحنا داخلين الامتحانات. صحيح. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وعقب الفاصل نتابع باقي فقرات ترحيب، خلكم معنا. أحييكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، بعد هذا الفاصل وصلنا معكم مشاهدينا إلى الفقرة الصحية الأسبوعية، واليوم نسلط الضوء على المشاكل الصحية التي تعاني منها العيون وطرق الوقاية من أمراض العيون. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور حمد القمرة، استشاري أمراض العيون بمؤسسة حمد الطبية. يا مرحبا ومسهلا يا دكتور، حياك الله معنا في استوديو ترحيب. الله يرحمك ومشرفنا طال عمرك. لي الشرف هاني. الله يحفظك. يا مرحبا يا ابو محمد، وسعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقه. وبعد يمكن الموضوع الحقيقه ينتظره الكثير، خصوصا في انتشار بعض الامراض في الفتره هذه. هناك بعض المشاكل اللي ممكن انها تعاني منها العيون في هذه الفتره، لو نتطرق لها ان شاء الله. الامراض العيون طبعا بشكل عام يعني ممكن تكون بسيطة، مثل العيوب البصرية اللي هو يطول النظر يقصر النظر، هذه منتشرة أكثر بالذات عند صغار السن. نعم. في أمراض طبعا الحساسية تعتمد على الجو، على حسب الجو، الأوقات الانتقالية طبعا. وفي أمراض يعني أكثر الأمراض يعني شيوعا عندنا اللي هي الجفاف والرمد، اللي يصيب أكثر غالبا يا يكون الأطفال أو الناس الكبار بعد، اللي هو الرمد. وكذلك فيه الجلوكوما أو يسمونه الماء الأزرق، إيه؟ اللي هو ارتفاع ضغط العين. فيه الماء الأبيض، هذا طبعا من الأمراض الموجودة وشائعة. كذلك اعتلال الشبكية الناتج عن أمراض السكر، لأن السكر عندنا يعني الناس مصابين يعني نسبة عالية جدا في الدولة. نعم دكتور، احنا نعرف ان في مثل يقول درهم وقاية خير من قنطار علاج، نبغي رايك في المحافظة على العين من اي مشكلة. وش انا وش المفروض اني اسويها دكتور انا كشخص؟ هذا المقولة صحيحة يعني، ولهذا السبب يعني اطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة اسمها الرؤية 2020 أو الحق للإبصار. انضمت لها قطر سنة 2001. بعد ما انضمت لها تم
تكليفي بأن أكون المنسق الوطني لهذا البرنامج. الله يوفقك وأنت أهلا له. فكذلك تم تشكيل لجنة للوقاية من العمى، سميت اللجنة الوطنية للوقاية من العمى، ترأس اللجنة هذه رئيسة قسم العيون مؤسسة حمد وعدد من الاستشاريين في قسم العيون، بالإضافة إلى بعض الجهات الخارجية مثل وزارة التربية والتعليم. هذه اللجنة قامت لأهمية الموضوع، لأن يعني ببداية بوضع استراتيجية من ضمن الاستراتيجية اللي هي الوقاية من العمى. حلو. طيب لو يعني يمكن الأيام هذه أيام الشتاء وشبة الضوء والعلوم اللي أنت يمكن أخبرها يا أبو محمد، هل الدخان هذا دخان الحطب أو الجمر ممكن يأثر على العين، ممكن يأثر على الرؤية، ممكن يسبب حساسية، ممكن يسبب جفاف؟ الدخان طبعا هو بيسبب جفاف، يعني وبيسبب يعني تعتبر مواد كيماوية، يعني هي تعمل تهيج في العين حتى لو كان حطب طبيعي. حتى لو حطب طبيعي تهيج هذا هو يعني عبارة عن يعني تفاعلات كيميائية تيجي نتيجة من الحريق، هذه تأثر تسبب جفاف وتسبب تهيج في وتدمع العين دائما، تدمع من التهيج لما تهيج العين من أي شيء يؤذيها، طبعا ردة الفعل اللي هي الدمعة يعني. طيب أنا شلون أتفاداها؟ تفاداها بالابتعاد عن الدخان هذا، الضوء، الضوء ممكن أن تكون بعيد عنها شوي أو تكون في مناطق مفتوحة مش مناطق مغلقة نعم. مثل المخيمات الحين نعم، فحتى لو يعني الناس ابتعدوا عنها فترة بسيطة لين يروح أقل شيء الدخان أو وهج الضوء هذا بعد ممكن يؤذي اللي هي السعرة ممكن يؤذي العين ويضايق الناس يعني من نعم. شب ضوك برا وعقب ما تجمر دخلها داخل أي بالضبط هذا هو هذا الصحيح. أنسب حل. طيب بعض الشباب يعاني من نسبة منهم مو بكلهم من الرمد في العيون، إيش الأسباب؟ ممكن تكون الرمد نوعين، هو في رمد صديدي طبعا هذا سببه بكتيري أو فيروسي. بجيك في السؤال، هل بالذات الحين في الشتاء فيه نقل الطير وبعض الطيور يمرض وبعضهم يكون ماسك الطير ومرات يحك عينه فجأة وهو مثلا الطير فيه مرض أو شيء، ممكن تكون هذه من الأسباب ولا لا؟ لا ممكن أي شيء يعني لمس اليد لأي شيء يعني يكون فيه مكروب موجود سواء فيروس طبعا أو بكتيريا ممكن يأثر في العين، أو جسم غريب ممكن يعمل له الرمد، عندنا رمد يعني حساسية تسبب الحساسية نعم. فالرمد النوع الثاني اللي هو رمد يعني اللي هو الرمد الربيعي أي. طبعا هذا يجي في الشباب الصغار السن ويكون هو طبعا نوع من أنواع الحساسية. سببه شو؟ حساسية هي من يعني من البثور لا لا هو يعني جهاز المناعي عند الإنسان يكون فيه شوي غير يعني يعني بعض المشاكل فيه فتنتج عنها الحساسية هذه، لكن هي مع كبر السن يعني لما يوصل الواحد عمره 18 تصير مناعة قوية تنتهي المشكلة اللي هو الرمد الربيعي. الرمد الربيعي نعم. والرمد العادي الثاني الرمد الصديدي هذا طبعا هذا يحتاج إلى يعني عناية أو نظافة أكثر منه كذا، خاصة يعني غسل العين مهم، عدم استخدام أدوات الغير يعني بالفوط وما هذه، عدم ملامسة واحد يعني مريض يعني عنده رمد مصاب بالرمد ممكن يأثر على العين نعم. طيب لو برجع أيضا لما ذكرت من مشاكل في بداية اللقاء، بعد النظر وقصر النظر، هل هذا يكون وراثي مثلا أو منذ الولادة ولا ممكن يكتسب الإنسان أيضا خلال حياته من بعض العادات السيئة؟ العادات السيئة طبعا هو في جزء منها اللي هو استخدام بالذات استخدام التليفونات الهاتف في الفترة هذه ممكن هو يأثر عليه، لكن هو طبعا هو مش مرض، ولكن بعد ما نقدر نقول انه هو ظاهرة صحية، فهو صحيح. يعني جاي بين الطرف يعني هي حالة في تكوين العين، فاللي هي قد يكون عنده طول نظر او قد يكون عنده قصر نظر. فلهذا السبب لكثر المشاكل في هذا الموضوع عملنا برنامج للكشف المبكر على هذه المشاكل اللي هي العيوب البصرية للأطفال طبعا. للأطفال نعم. فمنذ الولادة في كشف نكشف عليه، وبعد 6 شهور نكشف عليه، وبعد
ثلاث سنين وقبل سن المدرسة. يعني طبعًا متابعة مستمرة الله مالك. طبعا هذا بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية، الأساس الأطفال يراجعون في المراكز الصحية خاصة إذا جاءوا للتطعيم، ومن ضمنها يمكن أن هم يكشف على العين بالمرة، يكشف على العين بالمرة أو إذا طبيب الأطفال لاحظ عليه مشكلة ممكن أنه يحوله إلى طبيب العيون. حلو جميل. زين بالنسبة للي يشتكوني دكتور من مثل ما ذكر في ذكرت في بداية اللقاء جفاف العيون سبت الضوء، طيب الحل معه وشو؟ أنا موجود في الخيمة وعيني مرة. لا هو لو تكلمنا عن الجفاف ك ك ك كمشكلة يعني صحية، أنت عارف الجفاف طبعا شلون يشتكي المريض؟ حمار في العين، حرقة، دمعة مع أحيانا جسم غريب يحس إنه في شيء غريب فيه، يعني شيء مضايق نوعا ما في العين. أسبابها كثيرة مو بس الضوء، أسبابها حتى من يعني في أسباب صحية من كثرة الالتهابات اللي متكررة في العين، أو إن في هناك يعني يستخدم بعض الأدوية مثل أدوية الحساسية أو أدوية منع الحمل أو بعض الأدوية اللي هي المهبطة للحالات النفسية كذا، هذه إذا كان هو يستخدم بعض الأدوية، أو إنه هو يتعرض إلى تيار هواء قوي مكيف إذا كان داخل البيت على العين أو مكيف السيارة، أو إذا كان في يعني برا السيارة أو برا البيت ممكن الهواء العادي إذا كان قوي إنه هو يعمل له جفاف، بالإضافة إلى يعني كثر التحديق أو التركيز في التركيز في التلفزيون في كمبيوتر في تلفون فترة طويلة بدون إنه ما يرمش عينه، هذا يسبب له الجفاف. أذكر دكتور قد جابوا اللي هو نفس الشاشة تحطها على الكمبيوتر. تحطها قدام الكمبيوتر. هل هي مفيدة دكتور؟ هاي نوعا ما تخفض. 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 بس طبعا هي مش المفيدة. اللي تنحط على الكمبيوتر. على الكمبيوتر. أي نعم. تقلل. طيب. المخاف الأفضل إنك أنت من فترة لفترة. تغير. تغير شوي وتريح شوي كذا. طيب. أو إنك ما تكون مركز يعني فترة طويلة محدق عينك في على على, على, على أي شيء على التليفون ولا على يعني الأيام هذه طبعا تليفوناتي أكثر شيء أو الآيباد. نعم. هذه دائما نكون مع الناس. طيب بالنسبة لاستخدام القطرة اللي هي يقول لك إن هذه القطرة حقت الجفاف ترطب العين، يستخدمونها 4-5 مرات في اليوم، هل لها تأثير على العين؟ لا أبدا هي ما لها تأثير، ممكن تستخدمها طبعا أكثر مدى الحياة أكثر. مثلا عادي مدى الحياة أفضل، يعني بتكون ما هو اللي يصير عنده جفاف لازم يستخدمها مدى الحياة، لكن هي بعد يعني ممكن تستخدمها أكثر من 4 مرات في اليوم. في اليوم ممكن كل ساعة كل ساعتين على حسب الحالة اللي موجودة، يعني إذا كانت هي شديدة تستخدم، إذا كانت خفيفة ممكن أثناء يعني المسبب لها يعني إذا كان الكمبيوتر مركز عليه. ما في علاج نهائي للجفاف؟ لا علاج نهائي ما في، لأن هذه يعني أعراض، أنت بتعالج أعراض بس ما الإنسان دكتور نفسه. أنا دائما أقول الإنسان دكتور نفسه، هو اللي يعالج نفسه، إذا شاف شيء يتعبه أو حاجة يبتعد عنها، يحاول أنه يتلاشاها. حن والله قبل البرنامج دكتور دائما نحط قطرة تبيض العين، ما أدري لا والله هذا صح ولا ننصح بها، لأن الحمار كحمار بس بدون يعني ألم وبدون حكة يعني هذا ما فيه مشكلة يعني طبعاً. طيب شو أسبابه؟ يعني ممكن يكون الشغل الزايد مثلاً أو متابعة تهيج العين من الجو نفسه، ممكن من الهواء حتى إذا في غبار إذا في أي شيء ممكن هو يخلي العين يعني الشعيرات الدموية اللي هي في العين أنها تكون دم بين فيها واضح فيها. نعم نعم. طيب دكتور في هناك أغذية معينة يعني ممكن تساعد في تقوية البصر؟ إحنا خبرين يمدحون الجزر من أول، الجزر يقوي البصر، لكن في أغذية بشكل عام ينصحون فيها أطباء العيون؟ ولو وافقتك في النظرية ذي بتصير عندنا أزمة جزر بس خلينا لا حنا نقول لك لا كلها خلينا الجزر جيز جيز الأكل الثاني هو أي أكل يكون فيه فيتامين دال ولا أوميغا 3 هذا مفيد للنظر. هذا مفيد للنظر طبعا، بالإضافة لأنه مفيد للجسم خاصة مثلا البيض والخضروات عموما والمكسرات، هذه كلها تساعد على
موجود فيها الفيتامين اللي هو فيتامين ألف وفيتامين دي أوميغا 3 يعني. أوميغا 3 بعد موجود في زيت السمك تقريبا، كل شيء موجود فيها. هذه الأشياء اللي موجود فيها هو طبعا مفيدة طبعا يعني هي تساعد إن شاء الله يعني مثل ما ذكر أبو محمد الخضروات، أيضا البيض، ممكن مكسرات من أهم المكسرات فعلا أيه. حمد مثل ما ذكرت كل هذه الأشياء تساعد أيضا سواء كان للجسم أو حتى للعين. لو أرجع إلى بعد النظر وقصر النظر، علاج دكتور، هل هناك علاج طبي لهذه الحالة بشكل نهائي أو بالنظارات؟ النظارات هي علاج يعني أنت جاوبت على نفسك بنفسك. أنا أتكلم نهائي يعني ألبس نظارات. هي أنجع علاج وهي أسلم علاج النظارات طبعا. كل ما يعني خاصة في الأطفال، كل ما استعمل النظارة إذا كان عنده مشكلة في عيوب النظر، يعني عنده قصر أو طول نظر، كل ما يستعملها بدري من عمره كل ما تكون نتيجتها أفضل إذا كان هو عنده المشكلة. طبعا بعض الناس وبعض الأولاد تكون المشكلة عندهم تجيهم بعد سن المراهقة، يعني في ذاك الوقت يحتاج أنه يلبس، لكن ما عليه خوف أنه حتى لو ما لبس ما عليه خوف أنه يجيه كسل في العين. الأطفال الصغار اللي هم سن سنتين وثلاث وأربع قبل ما يكون عمره 5 سنين يستحسن أنه يصلح العيوب البصرية اللي موجودة عنده إذا كان عنده قصر نظر أو طول نظر باستعمال النظارات، لأن لو ما صلحها بيصير عنده نوع من شيء اسمه كسل. ماشي أبو محمد، يعني يصلحها يعني ممكن النظارة يعني تعالج هذه المشكلة وبعدين أنزل النظارة، ولا راح أستمر بالنظارة مدى الحياة؟ تعتمد على بعض الحالات نعم. تزيد يعني مع العمر وتتغير الدرجة الأقل طبعاً، تتغير للأقل أو تتغير على حسب استخدام الإنسان. ممكن إذا كان على حسب كثير على حسب تكوين تكوين العين. شو الفكرة؟ الفكرة أن الجسم اللي تشوفه الأشعة تسقط يعني مفروض أنها تكون عند مركز الإبصار في الشبكية، فأحياناً تكون خلف الأشعة تجمع الصورة خلف الشبكية أو تجمع الصورة قدام الشبكية، فالنظارة هي اللي تعدل لك توازن. تحرك الصورة هذه من مكانها اللي مش طبيعي ترجعها على الشبكية أو على مركز الإبصار اللي هو المكان الطبيعي. فالنظارة طبعاً هي علاج في حد ذاتها. يعني في ناس يسأل السؤال الأخ سالم هذا السؤال، في ناس إلى حد يومك هذا هم يقول لك أنا إذا لبست النظارة شفت وإذا شليتها ما شفت. طبعاً هو علاج لك، ما هو لازم تلبس النظارة، إذا ما لبست النظارة طبعاً كأنك خليت العلاج. هم يبون علاج نهائي من غير نظارة أبو محمد. يعني بعض الناس مثل الليزر والليزك والشغلات هذه اللي بدأوا يستخدمونها في الفترة الحالية حق تصحيح النظر، هذه تصحيح النظر هو طبعاً هذه إن شاء الله يعني من خلال برنامجكم هذه موجودة في كثير من المحلات، لكن طبعاً هذه وحدة من الوحدات اللي إن شاء الله رايحة تنشأ في قسم العيون في مؤسسة حمد الحمد لله رب العالمين في الأشهر الجاية القادمة. طبعاً اللي بيعلن عن هذا رسمي هم طبعاً إدارة القسم إن شاء الله مع المؤسسة، هم بيعلنوا عنها متى تفتح العيادة هذه. وحنا بدورنا نقول حق إدارة القسم الدكتور علم عليكم علمونا، لازم تكون البداية من خلال برنامج تراحيب، نبغى نوصل المعلومات كلها بحكم نسبة المشاهدين اللهم لك الحمد طبعاً عالية طبعاً. وحن فخورين حن نغطي أي شيء عندكم في مؤسسة حمد الطبية، يعني يشرفنا ويزيدنا، وإحنا لنا الفخر طبعاً. حن يعني إدارة القسم عندنا في مؤسسة حمد الطبية ما تدخر جهد في أنها تقدم خدمات مميزة أفضل الخدمات. الله يجزاكم خير. ليحصل المريض على أساس العلاج المناسب بأحسن الطرق. نعم. فعندنا والحمد لله في القسم يمكن 7 أو 8 عيادات متخصصة. عندنا عيادة للشبكية، عندنا عيادة للجلوكوما واللي هي ارتفاع ضغط العين، عندنا عيادة للماء الأبيض، عندنا عيادة ل أطفال والحول، عندنا عيادات لأعصاب العين، عندنا عيادات للجهاز الدمعي وحوض العين، عندنا عيادات تشخيصية بعد تقريبا موجودة متكاملة دكتور متكاملة، عندنا عيادات للأخصائيين البصريين اللي هي نظارات وما نظارات. فالمريض والحمد لله يعني في قسم العيون إذا جاء ممكن هو يمر على عدة دكاترة، وممكن أن هو يتشخص ويأخذ العلاج
في نفس اليوم. اللهم لك الحمد. غير عن بعض التخصصات الأخرى المريض ممكن يطول يطول ويروح ويجي ما ي... احنا نقول ابو محمد بيض الله وجهكم على هذا العطاء المتواصل حقيقة لخدمة أبناء أيضا هذا البلد من مواطنين ومن مقيمين، وشكرا أيضا لمؤسسة حمد الطبية على كل ما يقدم الحقيقة لخدمة المرضى في هذه المؤسسة العملاقة. الدكتور حمد القمر المري استشاري أمراض العيون بمؤسسة حمد الطبية، بيض الله وجهك على حضورك، استفدنا بهذا الحضور يا أبو محمد. جزاكم الله خير وحياكم الله إن شاء الله. بيض الله وجهك ما قصرت أنت، شاكرين لك حضورك الله يحفظك. مشاهدين الكرام فاصل قصير وعقب الفاصل نكمل باقي فقرات ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، والآن نعود مرة أخرى إلى سوق واقف ومع نديب قناة الريان الفضائية علي النعمة اللي يبدو أنه مستمتع الحقيقة بالأجواء الجميلة هناك في مهرجان الربيع في سوق واقف. علي أسعد الله أوقاتك بكل خير والكلمة عندك. يا هلا مرحبا فيكم زملائي في الاستديو، يا هلا مرحبا مشاهدين ومستمعين قناة الريان من مهرجان ربيع قطر 2018 من سوق واقف. أحييكم وفي طلة جديدة مع أبنائنا اللي بناخذ أراءهم اليوم في الألعاب المتواجدة معانا والفعاليات اللي يحبونها العوائل وأيضا زوار سوق واقف. خلنا نأخذ أحد من بناتنا اللي متواجدة معانا اليوم من الأطفال، خلنا نعرف شنو حبوا اليوم في الألعاب. عرفينا باسمك. سلوى الدوادي. والله ونعم. سلوى أي صف؟ سادس. صف السادس. اليوم شنو حبيتي بالألعاب؟ شنو شفتي؟ شفت السيارات، المسارح، المهرجانات. شفتي المسرح الثقافي والفني؟ ايوه. بتروحين له ان شاء الله. زين الاكلات الشعبيه اللي هني سلوى تحبينها؟ ايه. تحبينها؟ شنو بتاكلين اليوم؟ هريس ومزروبه. سمبوسه ما تبين؟ يلا استانسي سلوى. خلينا ناخذ ايضا احد من بناتنا الثانيه، شو اسمك؟ عاشه الدوادي. والله ونعم عاشه. عاشه شو تحبين اليوم في الالعاب اللي موجوده معنا في سوق واقف؟ المسابقات. وبعد نكسيات؟ ايه. والالعاب اللي هنا تحب الالعاب الناريه. زين خلينا ناخذ بعد واحده من بناتنا نتعرف عليها، خاطرها تاكل اكلات شعبيه. شنو خاطرك تاكلين؟ شوف الكاميرا. مكرونه ومضروبه وسمبوسه. تبي مضروبه وهريس وسمبوسه مكرونه ومعكرونه. زين يلا شوفوا شوفي القناه وقولي حق ربعك معاش المدرسه حياكم سوق واقف. حياكم في سوق واقف. من بنتنا بنت الذوادي نقول لكم مشاهدينا الكرام حياكم سوق واقف والفعاليات الجميله اللي متواجده معنا، ان كانت الاكلات الشعبيه والتراثيه اللي يحبونها زوار سوق واقف، وايضا الالعاب البهلوانيه والالعاب المتواجده حق عيالنا عيال هالقطر والمقيمين على ارض قطر الحبيبه. هذا ما عندي من سوق واقف، نرجع لكم في الاستديو. شكرا يا علي، بيض الله وجهك، والله يبارك في اللي معك كلهم باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام عقدت الدوره الخامسه والاربعون للمجلس البلدي صباح اليوم بمقر المجلس، نتابع ابرز ما جاء في الجلسه من خلال هذا التقرير. عقد المجلس البلدي المركزي بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الاجتماع 48 للدورة الخامسة للمجلس البلدي. اليوم في جلسة المجلس البلدي إن شاء الله راح نناقش موضوع البضائع المستوردة وسهولة اعتمادها وسهولة اعتماد المواصفات لها، خصوصا بعد الحصار وصعوبة اعتماد المواصفات الخليجية لها. أيضا كذلك لدينا موضوع توفير خدمات للإبل اللي عادت من دول الحصار، وكيفية إيجاد خدمات لها من إنشاء مقصب وأيضا معرض للبيع والشراء. كذلك أيضا لدينا موضوع استغلال الأمثل لمياه الوضوء في المساجد، وذلك من خلال استغلال هذه المياه في زراعة المناطق المحيطة
بالمساجد في الدولة، مما يضفي مسطحات خضراء وأيضا شكل جمالي للمناطق المحيطة بهذه المساجد في الفرجان والأحياء السكنية. اليوم أنا طارح مقترح معرض للإبل. كما يعلم الجميع بدخول الحلال القطار عن طريق المدخل البري من دول الحصار، وإحنا ما زلنا إلى اليوم في دخول للحلال من الموانئ بعد تسكير المدخل البري من دول الحصار. تمركز هذه العزب في المنطقة الجنوبية الغربية من الدولة، من النخش إلى نمباب حتى جسر سودانيثيل. العزب هذه تقريبا من 500 إلى 600 عزبة إذا ما كان أكثر. يجب أن يكون فيه استثمار لهذه الثروة الحيوانية. اقترحت أن يكون فيه معرض للإبل في بجانب جسر سودانيثيل تقاطع دخان أبو سامرة، وهذا المعرض راح يخدم أصحاب الحلال وراح يخدم المواطنين. يقوم المجلس البلدي المركزي بدور مهم من خلال مناقشة طلبات ورغبات أفراد المجتمع القطري وتقديم الحلول المقترحة على شكل توصيات وعرضها على المسؤولين المختصين وأصحاب القرار ليتم اتخاذ اللازم بشأنها. بذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة ترحيب لهذه الليلة. لأي اقتراحات واستفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام وكذلك السناب شات، ونرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم دائما وأبدا. مع السلامة. مع السلامة.